السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وكما قلت لكم وكما شرحت في الفيديو السابق، هذه السلسلة هذه خاصة بالمتتاليات لي سويت نيميريك. في الفيديو الاول شفنا كيفاش كنحسبوا لي بروميي تيرم ديال لا سويت ريكورونت بطبيعة الحال، يعني متتالية ترجعية. وشفنا كذلك كيفاش كنبينوا بلي ان متتالية مكبورة مصغورة محدودة، يعني اون سويت ماجوري مينوري بورني، يعني كيفاش نجاوبو على هاد النوع ديال الأسئلة. مونتخي كو بور توت ان ابارتيان ان يو ان اونتخ ان اي تخوا، بين ان يو ان محصورة بين واحد ثلاثة، او بين ان يو ان اكبر قطعة من واحد. يعني ان السؤال الاول والثاني في المثالين اللي امامنا او في التمرينين اللي امامنا راه وريتكم كيفاش كنجاوبو عليهم في الفيديو السابق. وريتكم السر كيفاش كنجاوبو عليهم في الفيديو السابق اللي غتلقاوه في صندوق الوصف. هبط لتحت غادي تلقى الحصة الأولى من المتتاليات، تفرج فيها ومن بعد رجع كمل هذا الفيديو هنا. في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا لا مونوتوني ديال سويت، كيفاش كنحددوا رتابة متتالية، كيفاش كنبينوا بلي ان هاد لا سويت هادي كخواسون تزايدية او ديك كخواسون تناقصية. شنو خصني نحسب انا كتلميذ؟ كيفاش غندرس الاشارة ديال داكشي اللي حسبت باش نبينوا واش موجب ولا سالب، وشنو هو الاستنتاج اللي غادي نقول. هادشي اللي غادي نشوفوه في هذه الحصة ان شاء الله تعالى في المثالين اللي امامنا. دونك على بركة الله نبداو. بالنسبة للسؤال الثالث اللي كيكون عندنا، السؤال الثالث اللي كيكون عندنا هو مونتخي كو بور توتي لا بارتي ان كيكون مقسم لجوج الاجزاء، او لا كيتزاد السؤال او الجزء الثالث من السؤال. الجزء الاول كيطلب منك تحسب هذا التعبير هذا يو ان زائد واحد ناقص يو ان، تبينوا انه كيساوي ناقص يو ان ناقص واحد عامل يو ان زائد جوج على يو ان زائد اربعة. ماشي ديما كيكون هذا هو التعبير على حسب المتتالية اللي عندك، او من بعد كيطلب منك تستنتج ان المتتالية تناقصية ولا تزايدية. دونك غادي نخدموا هذا المثال هذا وهذا المثال هذا. اتفقنا؟ لا سويت يو ان كي ديفيني بار يو ان بلس ان انتيغال 5 يو ان موان 1 سور يو ان بلس 3 في ان اتوال، وغادي نخدموها في ان. ما غاديش نجاوب على السؤال الاول والثاني، هبط لتحت وعرف كيفاش، يعني تعلم كيفاش انك تجاوب عليهم انطلاقا من الفيديو السابق، وخدمهم انت انت. يعني خدم السؤال الاول والثاني وصيف ليا، يعني راه غادي نلوح لكم اللين ديال المجموعه اللي يلاه كرينا المجموعه ديال الفيسبوك، صيفط ليا لي ريبونس ديالك يعني الاجوبه ديالك باش نناقشوا طريقه الاجابه ديالك والاخطاء اللي ارتكبتيهم. دونك في هذه الحصه غادي نجاوب فقط على هاد السؤالين او بي، غنوريكم كيفاش كندير لا مونوتوني دي سويت على بركه الله. دونك السؤال الاول مونتري كو، بين ان لكل ان من ان بور توتي لابارتي ان يو ان بلس ان موان يو ان ايتيغال ا ليكسبريسيون ان. دونك سوا ان ابارتي ان ليكون ان من ان، قلنا لدينا وغادي نحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان، غادي نحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان. شنو غادي ندير دابا في نظرك انت كتلميذ؟ شنو غادي ندير او انت كتلميذه؟ فوالا غادي نعوض يو ان زائد واحد بالتعبير ديالها، حيت اللي عندي انا في المعطيات ما عنديش يو ان، عندي غير يو ان زائد واحد، عندي غير هادي. مني غنجيبها ها هي، غادي ناخذها ونعوضها، يعني غتعطيني ثلاثة يو ان زائد جوج على حسب التمرين اللي عندي على يو ان زائد اربعة. وهادي يو ان واش عندي؟ واش نعوضها بشي حاجه؟ لا لا، خليها كما هي ناقص يو ان. شنو درت دابا؟ هيا ندور عليها بالكحل باش تبان لكم بلي انا راه غير عوضنا يو ان زائد واحد بالتعبير ديالها بالاكسبريسيون ديالها. غادي نحد المقام. طريقه تحيد المقام شرحتها في الفيديو السابق، ملي كتكون عندنا يو ان زائد واحد مع عدد، نفس الشيء الا عندنا يو ان زائد واحد مع يو ان، غندير غنكتب هادشي اللي كاين فوق كاملا. ها هو 3 يو ان سير زائد جوج، ما كنجيب حتى شي حاجه من راسي، سير ناقص من بعد يو ان، هادشي اللي كاين فوق صافي تنوصل لهنا. غنكتب هذا زائد هذا، يعني هادشي كله تنوصل لهنا، ما بقى لي والو ياك. غادي نفتح القوس غادي ندير يو ان زائد 4. منين جبت يو ان زائد 4؟ هو المقام فقط هذا، غادي نكتبوه هنا باش ندير كسر كبير على يو ان
زائد 4 شنو غندير؟ واش غنمشي نحسب شي حاجة؟ لا مازال، الله يرضي عليك. المرحلة الأولى كنعوضو يوين زايوات بالتعبير ديالها، المرحلة الأولى رد ليها البال مزيان، المرحلة الثانية كنوحد المقام، المرحلة الثالثة كننشر. غادي ندير النشر ديال هاد الجوج، بما أنني أنا غادي نخدم على هادي يعني هذا ماغاديش نقيسو، غادي نكتبو. ها هو عندي 3 يوان زائد 2 هي 3 يوان زائد 2 ناقص، نمشي نشر دابا هادي، عندي ناقص في زائد ناقص يوان في يوان شحال؟ هي يوان و استثنان، بحال عندك اكس في اكس، اكس بيتا تنشر اكس مع 4، اشنو غادير؟ اكس في اكس هي اكس و استثنان زائد اكس في 4 هي 4 اكس، نفس الأمر هنا، حيت يوان كيتعتبر عدد، ماشي شي حاجة اللي هي جديدة ولا غريبة. يوان في يوان هي يوان و استثنان ماشي هي 2 يوان، كاين اللي كيدير في الفروض ولا في التمارين كاين اللي كيدير هكا، كيبغي ينشرها كيدير 2 يوان، هذا خطأ، تفاداوه الله يرضي عليكم. يوان مضروبة في يوان كتساوي يوان و استثنان ماشي جوج مرات، حيت كاين اللي كيقول لكم في الشرح يوان جوج مرات، لا لا يوان و استثنان هو الجداء ديالها. شنو غتعطيني من بعد؟ ناقص في زائد ناقص يوان في 4 هي 4 يوان مقسوم على يوان زائد 4 كتساوي، غنحاول دابا نرتبها. شنو كنقصد نرتبها؟ بحال عندنا حدودية من الدرجة الثانية غادي نرتبوها من الحد الأكبر درجة للحد الأصغر درجة، أشنو هو الأكبر درجة هنا؟ هو استثنان، يعني نبدا به، ما كنغيروش ليه الإشارة الله يرضي عليكم، كناخدو كلو كنجيبوه الأول هنا، ناقص يوان واستثنان، ثم عندي هاد الجوج كيتحسبو، اللي فيهم يوان كيتحسبو، 3 ناقص 4 شحال؟ ناقص 1 يعني ناقص يوان، زائد 2 مقسومة على يوان زائد 4، وديما إلا عندك، شوف إلا عندك هاد ناقص اعمل بيها، حتى إلا ما بديتي تعمل بيها بلاش، وصلها غير لهاد المرحلة الله يجعل البركة باش ما نتلفك. دابا كيفاش غادي نعملو هاد الشي هنا؟ حتى نرجعو لهادي. كيفاش غادي نعملو هاد التعبير؟ حيت شنو قال لك هو؟ اشنو بغينا نبينو؟ بغينا نبينو ان يوان زائد 1 ناقص يوان كيساوي كيساوياش، يعني شنو خصني انا نلقى كتلميذ؟ خصني نلقى في النهاية تساوي ناقص يوان ناقص 1 عامل يوان زائد 2 مقسومة على يوان زائد 4، هادشي اللي خصني نلقى، انا لقيت غير هنا، لقيت غير هادي، شنو غادي ندير؟ واش اما فضل بالنسبه لك انت كتلميذ تعمل ولا تنشر؟ اكيد غادي تقول لي انك تنشر، علاش؟ حيت الا بغيتي تعمل خصك تحولها للحدوديه بتغيير متغير، تحسب دلتا، تحسب اكس واحد واكس جوج، تعمل الحدوديه ثم تعمل هذه. اما الا نشرتي هذه نمشيو دابا نشوفو، بويسكو هو واش قال لك في السؤال؟ قال لك بين لي ان يوان زائد واحد ناقص يوان كيساوي هذا التعبير هذا. حنا شوف من نشوف واش لقينا، الكسر حنا لقيناه، الكسر لقيناه، المقام في يوان زائد 4 ما عنديش مشكل، ولكن المشكل اللي عندي ان هادي عندي صيغه منشوره، هو عنده صيغه معمله، غادي نمشي ننشر هادي اللي عطاني هو، غننشر هادي اللي عطاني هو وندير ليها المقارنه، شوف معاه ناقص يوان زائد 1 يعني كناخذ غير البسط عامل يوان زائد 2، هادي هي اللي عطاني في التمرين وقال لي وصل ليها، غنمشي نشرها. شحال كتساوي؟ انا ما عنديش سباس، غنخلي ناقص بعدا نشر داكشي اللي كاين بين قوسين، يو ان في يو ان يلاه هضرنا عليها، هي يو ان و استثنان، يو ان في 2 هي زائد 2 يو ان، عفوا انا ناقص 1، ناقص 1 في يو ان هي ناقص يو ان، ناقص 1 في 2 ناقص 2، مزيان نخليو هاد ناقص تنشرو بها من بعد، يو ان و استثنان 2 ناقص 1 عندي 2 ديال يوان نقصنا منهم وحدة غتبقى ليا يوان ناقص 2، ثم غنشرب بهاد الإشارة السالبة شنو غتعطيني؟ ناقص يوان واستثنان، ناقص في زائد ناقص يوان، ناقص في ناقص زائد 2، ثم غادي نقارن داكشي اللي عندي تما مع هادشي اللي عندي هنا، لاحظ معايا دير المقارنة،
ناقص او ان ناقص واحد عامل او ان زائد جوج عطتنا ناقص او ان اس 2 ناقص او ان زائد جوج. شوف هنا شنو عندي، ناقص او ان اس 2 ناقص او ان زائد جوج، يعني اش؟ يعني ان هذه كتساوي هذا التعبير اللي كاين هنا. غادي نقول لي الله يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي، وغادي نعوضها بما انا تحققت ان هذيك اللي بغاه هو اللي عطاني هو في التمرين ولا في الفرض ولا في الوطني اللي عطاني هو كتساوي هذا الشيء اللي وصلت ليه انا، بما انهم متساويين يعني من حقي نعوضها. شنو غادي ندير؟ ناقص، يعني غادي نحيد هذه اللي وصلت ليها وغادي نعوضها بهذه اللي معمله، ناقص يو ان ناقص واحد عامل يو ان زائد جوج مقسوم على يو ان زائد اربعة، وهذه هي الريزولتا اللي كنقلبوا عليها. دير لي دابا التعميم، دو بوغ دو تان ابارتيان ان يو ان بلس ان موان يو ان ايتيغال موان يو ان موان زان يو ان بلس دو سيغ يو ان بلس كاتر على يو ان زائد اربعة. ومين بما انه وحنا لقينا الجواب اللي كنقلبوا عليه او اللي عطانا الاستاذ في التمرين ديالنا. السؤال الموالي بي، هادشي غنعاود نشرحو في المثال الثاني. بي دونك دابا لا كيستيون بي، يعني كيفاش غادي نبينو بلي ان هاد لا سويت هادي دي كروسونت، كيفاش نبينو بلي ان هاد المتتاليه تناقصيه او تزايديه على حسب اعتذر على حسب السؤال اللي عندك، يا اما تزايديه اما تناقصيه. هنا كندرسوا الاشاره ديال هذا العدد، هذا الاشاره ديال هذا التعبير، هذا التعبير الا كان موجب كامل، الا كان موجب كيعني ان يو ان زائد واحد ناقص يو ان كبر من صفر، يعني ان واحد الحد كبر من داك اللي قبل منه، يعني ان لا سويت كطلع القيم ديالها غاديين وكيطلعوا، دونك كتكون كروسونت. الا كان هذا الفرق هذا سالب، اش كيعني هذا؟ كيعني ان الحد يو ان زائد اعتذر كيعني ان الحد يو ان زائد واحد اصغر من يو ان. شنو هو الحد يو ان زائد واحد؟ هو الحد اللي كاين من مورا يو ان. عندي يو ان مثلا كتساوي ربعة، يو ان زائد واحد كتساوي مثلا ثلاثة، وهكذا. يعني ان لا سويت ديالي غدا وكتنقص، في هذه الحالة كتكون ديكروسونت. دونك اللي غيبقى لينا دابا كيفاش غادي ندرسوا الاشاره ديال هذا التعبير؟ واش غنديروا ليه التاطير كله؟ واش غادي ندرسوا الاشاره ديال كل مثلا ديال هذا وديال هذا وديال هذا؟ حنا غادي نشوفوا شنو هي الطريقه الامثل والانسب باش اننا ندرسوا الاشاره ديال يو ان زائد واحد ناقص يو ان. سوا اين ابارتيان ان ليكون ان من ان، شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ السؤال الاول او عفوا السؤال الثاني، المهم على حسب انت شنو عندك. داك السؤال اللي كيقول لك فيه بين ان يو ان كبر من عدد محصوره ما بين عددين، داك السؤال كناخذ ديك العلاقه اللي فيه، ديك لا بروبوزيسيون اللي فيها اللي كنكتب. ها هي نديرو قلنا هنا غادي دير يو ان، حنا في التمرين ديالنا عندنا يو ان محصور ما بين واحد وثلاثة. انت في التمرين ديالك في يو ان محصور ما بين واحد وجوج، يو ان كبر من عدد وما الى ذلك. المهم داك السؤال اللي كيكون قبل من هذا، قبل من لامونوتوني في التمرين ديالك انت، داك اللي فيه يو ان محصورة ما بين عددين او كبر من عدد، هو اللي كتاخذ غير ديك لا بروبوزيسيون، ماشي الكونديفيكاتور كامل. لا خذ ليا غير ديك لا بروبوزيسيون في التمرين ديال الليله. الى رجعتي للتمرين وشفتي داك السؤال الاول فيه تحسب اي واحد وي اثنان، السؤال الثاني هو انك تبين يو ان محصور ما بين واحد وثلاثة، هذه هي اللي كتفيدنا ان ندرس الاشاره ديال يو ان زائد واحد ناقص يو ان. شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا عندي ثلاثه الاعداد، عندي هذا العدد هذا وعندي هذا العدد وعندي هذا، عاد غادي ندير الاشاره ديال كل شيء. دونك نبداو بالعدد الاول، شنو فيه؟ فيه يو ان ناقص واحد، انا يو ان عندي محصوره ما بين واحد وثلاثة، انا ما بغيتش يو ان، بغيت يو ان ناقص واحد. يعني شنو غادي ندير لهاد المتفاوته؟ غادي نقص منها واحد. شنو غندير؟ غادي نقص واحد من جميع الاطراف،
غتعطيني واحد ناقص واحد صفر، يو ان ناقص واحد غتبقى، ثلاثة ناقص واحد جوج، يعني ان يو ان ناقص واحد محصورة ما بين صفر و اثنان. نفس الخدمة غادي نديرها بالنسبة لهذه وهذه، يعني نفس الحاجة غادي نعاودها. يو ان محصورة ما بين واحد وثلاثة، شنو غندير؟ غادي نزيد هاد المرة جوج، عندي يو ان زائد جوج، إلا عندي ناقص كنقص، عندي زائد كنزيد، عندي الضرب كندير الضرب. أعتذر، أظهر من البرد هاد الأيامات. عندي يو ان محصور ما بين واحد وثلاثة، شنو غنزيد؟ غنزيد جوج، دونك يو ان زائد اثنان، دونك غنزيد اثنان في كل شيء، جميع الأطراف. وغنحسب واحد زائد جوج ثلاثة، يو ان زائد جوج، ثم ثلاثة زائد جوج خمسة، نفس الطريقة، محصور ما بين واحد وثلاثة، هذا كيعني غنزيد دابا أربعة، هيا واحد زائد، إلا عندي ناقص نقصو، عندنا زائد نزيدو، عندنا الضرب نديرو الضرب، زائد أربعة، فوالا شنو غتعطيني؟ غتعطيني هنا خمسة، يو ان زائد أربعة، محصورة ما بين خمسة وسبعة. مزيان، ولكن هادشي شنو باش غيفيدنا حنا؟ غتستغرب تقول ودي هادشي باش يفيدني. إيه عندي يو ان ناقص واحد ما بين صفر وجوج، ويو ان زائد جوج ما بين ثلاثة وخمسة، ومن بعد واش ندير لهم الضرب ونقسم؟ واش ندير التقطير ديالها؟ لا لا ثم لا ثم لا. شنو غادي دير؟ فقط غادي تشوف، غادي تلاحظ، بعض المرات راه كنسى واش داير النظر، غادي تلاحظ فقط الإشارة ديال كل واحد فيهم، لست مطالبا بتأطير الكل. هنا كدير التأطير ديال هذا بوحدو، ديال هذا بوحدو، ديال هذا بوحدو، ماشي غدير هذا في هذا مقسوم على الآخر، لا، خذ غير ليا، خذ ليا غير الإشارة. عندي يو ان ناقص واحد محصور ما بين صفر وجوج، اش كيعني هذا؟ موجب ولا سالب؟ أكيد موجب، يعني أن هذا عدد موجب. كتبوه في الفوق غير بقلم الرصاص باش تمسحو من بعد، غير باش تنظم تنظم الأفكار ديالك. عندي يو ان زائد جوج محصور ما بين ثلاثة وخمسة، أكيد موجب. عندي يو ان زائد ربعة محصور ما بين خمسة وسبعة، أكيد غيكون موجب. شنو غنستنتجو من هادشي كلو؟ عندي موجب في موجب مقسوم على موجب، دونك العدد كله غيكون موجب. ولكن راه كاينه ناقص هنا، ما تنساوهاش، راه هاد الناقص مازال ما خدمنا بها، ديك ناقص خليها كاع حتى الاخير، حيت كاين اللي كيجي لنا وكيبغي يطر ناقص يو ان ناقص واحد، لا 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 لا، غادي تلف. شوف الطر هادو واحد بواحد، هذا بوحدو، هذا بوحدو، هذا بوحدو، صافي. وهاد ناقص كمل بها، ختم بها، غتقول عندي موجب مع موجب مع موجب، موجب مع ناقص غيولي سالب. شنو غنكتبو دابا؟ دونك يو ان بلس ان موان يو ان انفيغ ا زيرو، اذا دو يو ان اي دي كخواسونت، دو يو ان اي دي كخواسونت، ومن يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من الصفر غيكون سالب، اصغر من الصفر. شنو كيعني هذا؟ الا كان هذا الفرق هذا اصغر من الصفر، كيعني ان يو ان دي كخواسونت، بالعربيه يو ان تناقصيه. نمشيو نشوفوا المثال الثاني، حاول ما امكن انك تجيب الورقه والسلو تعاود هذا المثال هذا، تعاود تخدم عليه، حيت كاين اللي يكون عنده مشكل غير في توحيد المقام، حاول تخدم على توحيد المقام تلقى هذه، ثم نشر ديك اللي عطاك هو اللي كيعطيك هو في التمرين، نشرها، غتنشر غير البسط ديالها بوحدو، ماشي المقام، غير البسط، نشرو وقارنو مع الجواب اللي لقيتي انت، لقيتيهم متساويين كتجيو كتقول النتيجة النهائية كتكتبها، والطريقة باش كنتصل الإشارة هي هادي، حاول تخدم هاد المثال هذا مرة جوج، ثم دير بوز لا فيديو أكيد، وخدم داك المثال اللي كنت عطيتك في الأول، المثال الثاني اللي غادي نخدم عليه دابا، ثم في النهاية دير مقارنة الإجابات، شوف الطريقة باش جاوبتي مع الطريقة باش جاوب، وديك الساعات نناقشو. دونك ندوزو للمثال الثاني، دوزيام إكزومبل اللي عندنا، عندنا لا سويت يو ان كي ديفيني با يو ان ايتيغال 6، يو ان ايتيغال 6، يو ان بلس 1، 5 يو ان موان 1 سيغ يو ان بلس 3، تيل كو ان ابارتيان ا ان ايتوال. لا بخومييغ كيستيون كيطلب منك انك تحسب يو جوج ويو ثلاثة، وريتكم الطريقة في الفيديو السابق. لا دوزيام كيستيون كيطلب منك انك تبين ان يو ان كبر من واحد،
او لا محصور ما بين عددين، حتى هي شرحتها لكم في الفيديو السابق. دابا غادي نخدم هذا السؤال هذا ديال لا مونوتوني، غادي نبينه بنفس الطريقه باش بينا في المثال. في المثال الاول يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي هذا التعبير هذا، مره كيعطيك كتساوي يو ان ناقص واحد في شي يو ان مثلا في شي حاجه اخرى يو ان زائد جوج ولا زائد ثلاثه او زائد اربعه مقسوم على يو ان زائد ثلاثه ناقص جوج زائد خمسه، لا يهم. هقول لك هذا عليك علاش انه متطابقه عامه. شنو غندير؟ سوا ان ابارتيان ان اتوال، حاولت نغير غير المجموعه باش نتعودوا على ان وان اتوال. شوف واش كندير. سوا قلنا وغادي نحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان كيف ما درنا في المثال السابق. شنو غادي ندير؟ غادي ندير يو ان زائد واحد غادي نعوضها. عندك نجي تنفرض تبقى دير هاد التوشيات، غادي نعوضوها بالتعبير اللي عندنا 5 يو ان ناقص واحد على يو ان زائد ثلاثة ناقص يو ان. فقط يو ان راه قلنا ما كتعوضش. غنمشي نوحد المقام تخيل يا هذا، ها انت 5 يو ان موان زان ناقص واحد ناقص يو ان، يعني كتكتب هذا كاملا حتى كتوصل لهنا كتفتح القوس كتطلع هذا المقام الفوق على يو ان زائد ثلاثة تساوي. غنشرو قلنا هذا ها هو، غنمشي ننشر دابا ناقص يو ان سيجنال ناقص واحد ناقص في زائد ناقص ثلاثة يو ان مقسومة على يو ان زائد ثلاثة. غنرتبوها تساوي قلنا كنرتبوها من الأكبر درجة، دونك عندي ناقص يو ان و سيجنال خمسة ناقص ثلاثة، خمسة ناقص سينو نديروها هنا ناقص يو ان و سيجنال خمسة ناقص ثلاثة هي جوج دونك زائد اثنان يو ان، ثم ناقص في نهاية ناقص واحد على يو ان زائد ثلاثة. دونك حصلنا على هذا التعبير. شنو غنديرو دابا؟ حصلت على هذا التعبير ما بانش لي متطابقة. شنو غادي ندير؟ غنمشي ننشر هذه اللي عطاني هو في التمرين، ديك اللي كيعطيني في التمرين، ديك اللي كيعطيني في التمرين غادي ندير لها مقارنة. قلت لكم دائما المقام راه كتحصل عليه ما عندناش مشكل، فقط هذه اللي في البسط كتنشر انت هذه اللي عطاك، نشرها نشرها اتفقنا وقارنها مع هذه. بويسكو موان يو ان موان زان على بويسونس دو تيغال، وقلت لكم هاد ناقص خليها حتى الاخير ونشر بها. عندي هنا متطابقة عامة يعني يو ان استثنان ناقص اثنان يو ان زائد واحد، ثم ندخل ديك ناقص غتولي ناقص يو ان استثنان زائد اثنان يو ان ناقص واحد. مقارنة ناقص يو ان استثنان زائد اثنان يو ان ناقص واحد بحال بحال. غادي ندير الو يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي ناقص يو ان ناقص واحد واستثنان على يو ان زائد ثلاثة دو بور توت ان ابارتيان ا ان اتوال يو ان بلس ان موان يو ان ايتيغال موان يو ان موان زان كاري سور يو ان بلس بلس تخوا. وهاني بينتها نعاود المراحل اللي غادي لكم سواء في المثال السابق ولا في هذا المثال. كدير يو ان زائد واحد ناقص يو ان ياك، كتعوض يو ان زائد واحد في التعبير ديالها. المرحلة الأولى كلكم أكيد غادي تكونوا عارفين هاد المرحلة. المرحلة الثانية تحيد المقام، المقام ديالي هو يو ان زائد ثلاثة. غادي نكتب هذا كاملا ها هو خمسة يو ان ناقص واحد ناقص يو ان، ثم غادي نجيب حدا هاد المقام هذا اللي هو يو ان زائد ثلاثة، ثم غادي ننشر ناقص في زائد ناقص يو ان استثنان ناقص في زائد ناقص ثلاثة يو ان، ثم غادي نجمع هادي اللي فيها يو ان مع هادي ناقص يو ان استثنان هي ناقص واحد هي غير رتبتهم، ثم خمسة ناقص ثلاثة هي جوج. وصلت على هاد المرحلة صافي ساليت من داكشي الصعيب. نمشي دابا للمرحلة السهلة، هي أنني كناخد هادي اللي عطاني في الجواب، هادي اللي عطاني في الجواب كناخدها كندير ليها النشر كنشرها اتفقنا. كتعطينا ناقص يو ان استثنان زائد اثنان يو ان ناقص واحد، وبما انها متساوية مع هادشي اللي عندي انا متساوية. الا لقيت كاين شي خلل يا اما غادي نكون غلط في النشر يا اما غادي نكون غلط هنا في توحيد المقام. نرد البال عافاكم الله يرضي عليكم. ماشي انا وصلت مثلا عندي زايد خمسة
وتما عندي ناقص واحد ومتأكد ان النشر ديالي صحيح، ونمشي ندير الو ونكتب ليه الجواب. لا لا، هذا راه مؤشر على ان واش عندي انا صحيح ولا عندي خطأ. باش الا كانت عندي هنا شي عدد ما كاينش عندي في داك النشر، غادي نمشي ندير مراجعة، نرجع لهنا نشوف ياك ما غلطت في شي اشارة ملي نشرت او لا ملي حسبت. دونك انا ردوا البال اش كديروا، ثم كتكتب الريزلت فينال. نمشيو دابا ندرسوا الاشاره ديال هذا التعبير هذا، سواء ان ابارتيان اين اتوال. هنا شكون اللي غيعاوني باش ندرس الاشاره؟ تخي بيان، هادي راه داكشي علاش كتبتها. هاد السؤال هذا اللي كتكون ديجا انت جاوبتي عليه بالغيكيرونس راه شفناه في الفيديو السابق، هو اللي كتوظف باش تدرس الاشاره ديال هادي. غير هادي لحسن الحظ انها باينه، قلنا ناقص يو ام ناقص واحد، سينو ديك ناقص قلت لكم خليوها حتى الاخير، واستثناء هذا راه موجب، موجب قطعا، لان عندي هنا موجب قطعا، هذا موجب قطعا. علاش؟ انا فيه استثناء فقط، هو ما كنحتاجوش نديرو ليه التأطير. و يو ان زائد ثلاثة دابا نكتبوها مباشرة، شحال عندي يو ان كبر من واحد، يو ان زائد ثلاثة كبر من اش؟ تخيل بيها من أربعة. علاش؟ حيت عندي يو ان كبر من واحد، قلت لكم قبيلة أي حاجة احتاجيناها كنزيدوها ولا كنقصوها، غتولي عندي يو ان زائد ثلاثة كبر من واحد زائد ثلاثة اللي هي أربعة، كبر من أربعة، يعني أن هذا موجب وهذا موجب. شوف معاه، عندي هذا موجب وعندي هاد يو ان زائد ثلاثة موجب، ثم هاد ناقص كتقلب ليا كل شيء كتردو سالب. دونك يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من الصفر، دو بور توت ان ابارتي ان اتوال، يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من الصفر. الناس العربية غتقول لي تاني ما كنكتب لكمش سميتو داكشي اللي غديرو نتوما، من ان جمع لدينا، راه هادشي عارفينو مع التمارين صافي راه توليو متعودين عليه. بويسكو هي بما ان الوغ هي فان دو هي ومين، سوا ليكون ان من ان جمع لدينا هذا وهذا، هذا موجب وهذا موجب، دونك اذا ومين، وبالتالي باغ سويت شنو غتكون لاسويت ديالي؟ كروسون دي كروسون المتتالية يو ان تناقصية، قلت لكم قبيلات إلا كان عندي هاد الفرق سالب كتكون تناقصية. لا سويت دونك يو ان كيلك ان بارتي ان اتوال اي دي كروسون اي دي كروسون. بهاد الطريقة الإخوان باش كنجاوبو على رتابة متتالية باش كنبينو ان سويتي دي كرواسونت ولا كرواسونت على حساب التمرين اللي عندنا. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هذا السؤال هذا مزيان وضابطينو وعارفين المراحل اللي كنتبعوهم من اجل اننا نوصلوا للتعبير ديال يو زائد واحد ناقص يو اللي كيعطينا البروف، ثم عارفين كيفاش كدرسوا الاشاره ديال هذا التعبير هذا على حساب واش عندي داك البسط صفه ومدين دونتيتي وماركابل على شكل متطابقه هامه، او لا عندي على شكل تعميل ديال نقولوا ديال ديال اش نسميو حدوديتين. المهم كيتكتب على شكل عام تعميل ديال الحدوديتين من الدرجه الاولى، اتفقنا؟ كيف ما شفنا في المثال السابق يو ان ناقص ناقص واحد فاكتور دونك عامل يو ان زائد جوج، او لا يو ان ناقص واحد مثلا نستثنى. خص كل واحد تعرف كيفاش كتخدم باش الا مشيتي للفرض اي حاجه تعطاتك راه غتجاوب عليها. كاين واحد السؤال كيطرح، كاين واحد السؤال كيطرح اللي كنوضفو فيه الديفينيسيون ديال لا مونوتوني دي سويت، اللي كنوضفو فيه التعبير عفوا التعريف ديال رتابة متتالية. اشنو هو هاد السؤال هذا؟ دونك نزيد هنا واحد السؤال، هذا أ بي نزيد واحد لا كيستيون سي، حيت ممكن تمشي لفرق لك هذاك السؤال تقول لهم راه السي حسن راه ما شرحهاش لينا، لا سيدي غنشرحها ليك وتعرفها، وإلا تعطات تبارك الله ما تعطاتك راه داكشي اللي بغينا. المهم حنا نناقشو كلشي. غيقول لك اون ديدوير اون ديدوير كو بور توت ان ابارتي ان اتوال اي ان صغر ياك، دونك هنا درنا كبر اصغر من 6
لاحظ معايا، اشنا هو الفرق ما بين هذا السؤال وهذا؟ هذا السؤال قال لك مونتخي، هذا قال لك غير استنتج اون ديدوير. واش غادي نخدموا به، نخدموا فيه بالريكورونس يعني بالترجع كيف ما درنا هنا، من اجل ان تساوي واحد لدينا وبما ان، لا هذا استنتاج، يعني غادي نوظفوا فيه لا مونوتوني اللي عندي هنا، الرتابه اللي عندي هنا. الا كانت تزيديه وتناقصيه، شنو كيقول التعريف؟ تبع معايا نقول لك التعريف اش كيقول. الا كانت بي، الا كانت ان ان اكبر من بي، عددين ان اكبر من العدد، وكانت عندي لا سويت يو ان، كانت عندي لا سويت يو ان كرواسونت تزايديه، فانني الى دخلت او على هاد الجوج ما غاديش يتغير الترتيب، اكبر كيبقى اكبر واصغر كيبقى اصغر. الى عندي لا سويت ديالي دي كرواسونت، شنو يولي عندي؟ هتولي عندي يوان اصغر من اش، من يو بي. الرمز كيتقلب الى كانت لا سويت دي كرواسونت، الى كانت كرواسونت ما كيتغيرش، الى كانت دي كرواسونت كيتغير. شوف معايا كيفاش غنضفها انا. قلنا هنا بارتي اون اتوال، اش كيعني هذا؟ اش كيعني ان بارتي اون اتوال؟ يعني ان ان كبر من او تساوي واحد. الى كانت ان راه كبر من او تساوي صفر، ان اتوال كبر من او تساوي واحد، غادي ندخل دابا او، غادي ندير يو ان مع اي واحد، يو ان مع اي واحد. المتتاليه ديالي واش ديك كروسوند ولا كروسوند، يعني واش تناقصيه ولا تزايديه؟ هاهي تناقصيه، طبقنا لا سويت يو ان في هذه الحاله دي كروسوند، يعني ان الترتيب اكبر غيولي اصغر. ثم شنو غادي ندير؟ فقط غادي نعوض اي واحد بالقيمه ديالها اللي هي 6، وهاني بينت ان يو ان اصغر من 6. غادي نقول لي دونك بور توت ان ابارتيان ان اتوال يو ان انفيرو ايكال 6. ردوا البال هذا السؤال الله يرضي عليكم، وتا هو خدموا عليه. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هذا الشيء هذا وضبطينه، وفي الفيديو في الفيديو اللاحق ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش كنبينوا متتاليه حسابيه او متتاليه هندسيه. في البدايه غادي نخدموا على متتاليه حسابيه مع لو تيرم جينيرال ديالها، مع صيغه الحد العام ديالها سويت اريتميتيك، ومع لا صوم ديالها. وفي الفيديو الاخر ان شاء الله تعالى غادي نخدموا سويت جيومتريك متتاليه هندسيه، حتى هي غادي نخدموا فين اون فونكسيون دو ان لو تيرم جينيرال ديالها الحد العام، وغادي نخدموا لا صوم. هادو هما الاسئله اللي كيكونوا في الثمانيه الفروض، وكذلك اللي كيكونوا في الوطنيات بالنسبه للناس البكالوريا او الناس اللي معنا ديال الاحرار. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هذا الشيء هذا وتخدموه مزيان، وغادي نخلي لكم الرابط ديال المجموعه في الفيسبوك اللي غادي نحط فيها السلسله ديال المتتاليات، السلسله ديال لي سويت. حاولوا انكم تخدموا التمرين، يعني التمرين من التمارين اللي غادي نحط، خصوصا هاد الفقرتين اللي درت فيهم فيديو دابا. واي حاجه فهمتوها او لا ما ضبطيناش مزيان خلي لي كومونتير لتحت، وحتى الا فهمتي خلي لي كومونتير لتحت على اساس ان القناه نزيدوا بها لقدام ان شاء الله تعالى. شكرا لكم، الى الفيديو اللاحق ان شاء الله تعالى.